لقي 23 شخصا على الأقل مسرعهم وأصيب العشرات في العراق إثر حريق اندلع ليلة السبت الأحد في وحدة للعناية المركزة بمستشفى لعلاج مرضى فيروس كوفيد-19 جنوب العاصمة بغداد وفق مصادر طبية. وقالت المصادر الطبية أن الحريق نجم عن انفجار أسطوانات أكسجين في مستشفى بن الخطيب الذي يخضع فيه مرضى مصابون بفيروس كورونا للعلاج. ورجحت المصادر أن يرتفع عدد ضحايا الحريق الذي امتد إلى عدة طوابق من المستشفى.